أنا ذكرت هذا سابقا وأذكر هذا بهذا مرة ثانية وثالثة، وأنا فعلت مقطع موجود على القناة في هذا الأمر، وأنا أحب أن ينتشر هذا المقطع بالذات، وهو أننا عندما تجد بعض الخطباء، بعض الفصحاء، بعض الوعاظ، بعض المرشدين، بعض الأئمة، بعض المدرسين يتكلم كما أتكلم الآن بهدوء، كلمة بشكل تفصيلي مع بيان ووضوح وهدوء، فإذا ما جاء ذكر النبي الرؤوف الرحيم المعصوم السيد السند العظيم عليه الصلاة والسلام تجده يدخل كلمات الصلاة بعضها ببعض، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه؟ لماذا يا أخي؟ لماذا أيها الفاضل؟ لماذا أيها الشيخ؟ لماذا أيها العالم؟ لماذا أيها الواعظ؟ لماذا أيها المذكر؟ لماذا أيها الداعي؟ إذا ما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم على لسانك دمجت الكلمات بعضها ببعض وجعلتها حرفا واحدا، تقول قال محمد صلى الله عليه وسلم. إيه صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعني صلى الله عليه وسلم؟ لا تعني شيء. لذلك ينبغي أن نتلذذ، ينبغي من يذكر اسم سيدنا محمد المعصوم عليه الصلاة والسلام ينبغي عليه أن يظهر، وهذا ليس نفاقا، وهذا ليس نفاقا أبدا، على العكس هذا فيه تشويق للسامع، أن يظهر التلذذ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر أنه مستمتع الآن بإجراء هذا الاسم الكريم وهذه الطاعة، هذه العبادة على لسانه، ولا يظهر كأنها عبء ثقيل أراد أن ينتهي منه فدمج أربع كلمات بحرف واحد. هذا يعني فيما أراه وفيما أعتقده سوء أدب مع المعصوم عليه الصلاة والسلام، هذا سوء أدب مع المعصوم عليه الصلاة والسلام. أنا أشبهه بهدية ثمينة، بهدية ثمينة تجعلها في علبة متسخة قذرة، نفس الهدية الثمينة اجعلها في علبة عظيمة جليلة نظيفة طاهرة معطرة مزكاة، وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما درجت بها أدخلت الكلمات بعضها ببعض فكأنك وضعت الهدية المقدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخرقة، بعلبة، بصندوق متسخ. أما إذا بينتها وفصلتها وأظهرت التلذذ بهذا الذكر فتكون قد قدمت هذه الهدية على أكمل وجه لأكمل الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام.